Zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Zubi dubi zubi dubi na che che pagal stupid man. Hey zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Hello and welcome to Conan School. أنا منى رأفت وده lesson 14 scratch بالعربي. زي ما احنا عارفين احنا كنا بنعمل باسكتبول جيم. النهارده هنضيف كود الباسكتبول. تعالى اوريكم بس الاول احنا الباسكتبول بتعمل ايه بالظبط. اول حاجه احنا لما بنيجي على السبيس بيجر قبل كده هي مختلفه، وبعدين احنا بنحط انها بتلمس الهيب، وبعدين بنحط الكوره في الهيب، وبعدين على الجرين فلاج. اول حاجه محتاجين ان يبقى فيه سكور طبعا عشان نحسب السكور بتاعنا. فمن فاريبل هنعمل ميك ا نيو فاريبل هنسميه بلاير 1 سكور، وهنخليه فور اول ذا سبيرت. طبعا احنا في الاول لازم السكور نخليه بصفر، فهنسيت السكور بصفر. احنا اتفقنا ان الباسكتبول بتظهر وتنط وتنزل زي ما احنا عارفين بكود الجرافيتي او بكود الجاذبية. ده في اول ما بدوس على سبيس كي. فمن events هختار when space key is pressed. فانا لما ادوس على سبيس كي عايزة الكرة تطلع وتنزل، تطلع يعني لفوق تنط وبعد كده تنزل وتختفي اول ما توصل للجراوند ليفل. فعشان نعمل ده وعشان نظبط كود الجرافيتي هنحتاج ان احنا نعمل فاريبل اسمه y velocity للكرة لانها بتطلع وتنزل. بس قبل ما نعمل الفاريبل ده محتاجين نعمل حاجة بسيطة، نخلي فيه صوت كده بيطلع لما الباسكت بول تظهر. الصوت ده هنسميه بوب مثلا، اسمعوه كده، صوت سريع جدا يعني، بس صوت خفيف كده يديني إيحاء ان الكرة طلعت. فهنيجي هنا عندي من بلاي وندوس بلاي ونختار بوب. فأول ما تبدأ اللعبة هنختار بوب. حاجة كمان احنا عايزين الكرة تترمي منين؟ من عند القط. فتبدأ الكرة من عند القط. فعايزين في الأول أول ما ادوس على سبيس كي عايزة الكرة تروح للقط. حاجة كمان أنا احنا لو دوسنا دلوقتي وقلنا نجرب، بصوا الكرة مخفية أصلا، الكرة هيدن. فاحنا عشان تظهر أول حاجة احنا عايزينها تبقى هيدن أصلا، يعني عايزينها اول ما تبدا اللعبه تبقى هيدن. ف عايزين اول ما ندوس على جرين فلاج تبقى هايد، واول ما ادوس على سبيس كي تظهر. يعني انا اول ما ادوس سبيس كي تظهر. يعني بصوا دلوقتي الكره مخفيه عشان ادوس جرين فلاج. اول ما ادوس سبيس كي بصوا ظهرت اهي، بس هي ورا القط، يعني هي لازقه في القط. تعالوا نجرب تاني، هي اهي الكوره. اول ما ادوس على جرين فلاج بصوا اختفت والقط بيتحرك براحته، اول ما ادوس تروح تظهر عند القط. فاحنا كده ظبطنا الكود ان هي تظهر وتروح للقط. احنا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين ان انا الكوره بتاعتي تطلع وتنزل، فده احنا متفقين عليه ان هو هيتعمل بكود الجرافيتي. ولما توصل للجراوند ليفل تبقى تختفي تاني. طيب لما توصل للجراوند ليفل ده معناه ان انا هيبقى في لوب عندي، بس هتبقى زي اللوبز العاديه. لا مش هنختار فوريفر زي ما متعودين، هنختار حاجه جديده وهي ريبيت انتل. ايه ريبيت انتل دي؟ هي زيها زي الريبيت، بس الريبيت هنا انا بحط عدد مرات معين، لكن ريبيت انتل لا، انا عندي شكل سداسي، فانا في شرط معين هفضل الوب واكرر اللي جوه الريبيت لغايه لما الشرط ده يتحقق. اول ما الشرط ده يتحقق هطلع بره. طب تفتكروا ايه الشرط ده؟ ايوه الشرط ده هو ان انا اكون عند الجراند ليفل. لو انا بعد الجراند ليفل يبقى انا عايزاك تطلع بره الريبيت، وعشان تطلع بره الريبيت هتعمل ايه؟ هنخفي بقى الكوره خلاص، انا مش عايزاها تظهر، انا عايزه كوره واحده تبقى بتظهر كل ما ادوس سبيس كي. فالريبيت انتل الكونديشن بتاعه هو ان انا اكون اقل من الجراوند ليفل. فالجراوند ليفل انا عارفاه بالواي بوزيشن بتاعه. الواي بوزيشن بتاعه هو سالب 100 واحد سالب 130،
طيب دلوقتي طبعا محتاجين نضيف كود الجرافيتي، عشان نضيف كود الجرافيتي لازم نعمل فاريبل للقط للكرة سوري، هيبقى الواي فيلوستي وهنخليه for the spirit on. تعال ندوس اوكي. بصوا ظهر عندي هنا هون الفاريبل اللي انا عملته، بس خدتوا بالكم من حاجه، هنا في عندي اورنج كات واي فيلوستي وعندي باسكت بول واي فيلوستي. ليه حط اسم السبريت قبل الفاريبل اللي انا عملته؟ لان انا اخترت ان الفاريبل ده يكون للسبريت ده بس، يكون للاورنج كات بس. هو قال لي بتاع الاورنج كات اهو وبتاع الباسكت بول اهو، لكن لو انا كنت مختاراه فور اول سبريت زي بلاير 1 سكور هتلاقوا بصوا مش قدامه اي حاجه لان هو بتاع الكل. طيب احنا عايزين الكره تنط، عشان الكره تنط لازم اسيت الواي فيلوسيتي ل 24 مثلا او لحاجه بوزيتيف، فانا هختار رقم 24. فانا كده خليت الكره تنط او خليت القيمه اللي هتنط بيها الكره جاهزه. لكن عشان اخلي الكره تنط، اولا انا عايزه الكره بتاعتي تنط بميله. يعني ايه بميله؟ يعني تتحرك كده. معنى انها تتحرك كده انها اتحركت في الاتجاه الافقي شويه، حاجه بسيطه بس تديني ايحاء انها بتنط مش بتترمي لفوق وتحت. يعني انا لو خليتها تشينج الواي بس هتطلع وتنزل كده، وده مش منطقي. لا احنا عايزينها تدي ايحاء الباسكت بول شويه، فهديها الميله ديت بان انا هعمل تشينج اكس باي ومش 10، احنا عايزينها حاجه بسيطه فممكن 8 مثلا. وعشان طبعا الكره تنط اصلا لازم اغير الواي، بس مش هغيرها برقم، هغيرها بالفاريبل اللي انا جهزته وهو الواي فيلوستي. ليه اخترنا الفاريبل؟ احنا كنا قلنا قبل كده عشان الفاريبل ممكن يتغير واللعبه شغاله، لكن الرقم مش هيتغير واللعبه شغاله. طب انا عايزاه يتغير ليه الرقم او يتغير ليه الفاريبل كقيمه واللعبه شغاله؟ عشان انا عايزاه يطلع وينزل، فعشان ينزل كل شويه هغير كل شويه الواي فيلوستي بسالب 2، وهو لما يخش تاني يعني يلاقي الواي فيلوستي قلت 2 فينزل ينزل ينزل لغايه لما يوصل للجراوند ليفل. بعد الجراوند ليفل هيوصل لايه؟ ان هو هيختفي. تعالوا نجرب كده. بدأنا اللعبة القط بيمشي عادي. بصوا لما رمينا الباسكت بتاخد الميلة اللي انا عايزاها وبتدخل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هل احنا كده خلاص خلصنا اللعبة؟ في حاجة بسيطة عايزين نتأكد منها، هل هي مظبوطة ولا لا؟ بس طلعت مش شاطره في التنشين. ايوه انا احنا سايبين حته مهمه جدا في اللعبه، وهي دي. انا فاكره نفسي ان انا اللي مش شاطره في التنشين. احنا ما خليناش لما يلمس الهيت بوكس يتحسب نقطه اصلا، فعشان كده انا عماله المس الهيت بوكس وهو مش راضي يحسبها نقطه. فاحنا لازم نضيف الحته اللي احنا عملناها في الاول، ان انا لما المس الهيت بوكس يتحسب نقطه. تعالوا نجرب دلوقتي. ايوه عشان نحسب نقطه لازم نخلي السكور برضو يزداد، فهقول تشينج وهتشينج السكور بتاعي ب1 كده. اول ما يلمس الهيت بوكس هيدخل جون. تعالوا بقى نحاول نلمس الهيت بوكس. تعالوا نرمي كره تاني عشان تاخدوا بالكم. هو بيشتغل وبيعمل صوت وبيقول سوش وكل حاجه، بس خدوا بالكم هو دلوقتي السكور 14. تعالوا ندخل كوره كده ونشوف السكور بيبقى كام. لسه كل ده مع ان انا ظابطه ان هو يمشي بسكور واحد بس، ليه نقطه 18؟ وحاجه كمان، انا الكوره اللي رميتها ما كنتش رمياها ان هي بتطلع كده وبس، لا انا كنت رمياها من تحت لفوق، يعني داخله في الباسكت بالمقلوب واتحسبت نقطه. مع ان انا المفروض ان انا لما تبقى الكره تنزل كده، لكن لو طلعت كده لا طبعا دي مش باسكت، انا كده مدخله من تحت. فاحنا عندنا مشكلتين دلوقتي في الكود بتاعنا. اولا ان انا لما برمي الكره بتتحسب اكتر من نقطه، مع ان انا المفروض ان انا ادخل نقطه واحده بس. وتاني مشكله هي ان انا بدخل الكره من تحت لفوق ما بيحصلش مشكله. تعالوا نحل المشكله البسيطه، هي ان انا اتاكد ان الكوره وهي داخله تبقى تدخل وهي نازله مش وهي طالعه. طب ازاي هعرف ان هي نازله؟ دي فايده الفاريبل اللي احنا عملناه الواي فيلوستي، ان انا لو الواي فيلوستي بالسالب يبقى انا كده نازل، لو الواي فيلوستي بالموجب هبقى انا طالع. فيبقى كده احنا هنضيف كونديشن زياده، فهنستخدم اند عشان يبقى عندنا تو كونديشنز منهم تاتشنج الهيت بوكس.
فهنحط touching ال hitbox. والكونديشن التاني هو ان انا هتأكد هل انا نازل ولا طالع، الكرة نازلة ولا طالعة. فعشان اتأكد ان الكرة نازلة لازم تبقى اقل من صفر عشان تبقى سالب. هجيب من variable اشوف ال y velocity هل هي نازلة. ال y هنشوف ال y velocity، ايوه، هل هي بالسالب ولا بالموجب. لو ال y velocity بالسالب يبقى انا كده نازل. طيب احنا كده حلينا مشكلة ان هي وهي نازلة تتحسب نقطة. ازاي بقى او ليه اصلا بتحصل مشكلة ان انا بيتحسب عندي السكور اكتر من نقطة مع ان انا شايط الكرة مرة واحدة؟ ده لان الريبيت انتل دي بتكرر نفسها بسرعة كبيرة جدا جدا. يعني انا مثلا برمي الكرة والكرة هي لمست الهيت بوكس لمسة من على الطرف فتحسبت نقطة، خلاص انا كده لامسها وانا نازل كمان فخلاص هيتحسبت نقطة. يروح يلوب جوه الريبيت تاني وانا لسه اصلا لامس الهيت بوكس وبرده لسه الوايت بلوستي بالسالب لان انا لسه بنزل. فيروح يبص يلاقيني لامس والوايت بلوستي بالسالب يروح حاسب نقطة تاني. انا لسه بمشي هو شوية يكون الريبيت انطل لف تاني وبيبص يلاقيني لامس الهيت بوكس ونازل يحسب نقطة كمان. فالنقطة اتحسبت 3 مرات او 4 مرات في حين ان انا مفروض تتحسب مرة واحدة. عشان نصلح ده هنعمل فاريبل جديد وهنسميه made a basket وهنخليه for the spirit only. ايه لازمة made a basket؟ هو ان انا اتأكد ان انا رميت او دخلت الكرة مرة واحدة بس مش احسبها اكتر من مرة. ففي الاول خالص احنا لازم نسات made a basket لزيرو وبعدين نتأكد ان made a basket ده بنو ولا بيس. انا هخليه نسيت ميدا باسكت تنو وبعدين نتاكد هل انا ميدا باسكت ده بيس ولا بنو. فهنطلع دي هنا ونحط اند لان احنا هنضيف شرط ثالث فمحتاجين اند ثانيه. وناخد بالنا واحنا بندخلها نبقى محددين الهكسا بوكس الاولاني او اللي هو شكل السداسي الاولاني، ما نحددش كلها. لو حددنا كلها كده بصوا هيحصل ايه، هيتتبدل مكانها. انا مش عايز كده، انا عايز ادخله جوه الشكل السداسي بتاع الاند الاولاني بحيث ان يبقى ده اول شرط. واول شرط ده عباره عن شرطين، والشرط الثالث هو ان انا اتاكد ان انا عامل ميدا باسكت بيس ولا بنو. فانا هتاكد ميدا باسكت بتساوي نو، انا عايز ما يبقاش عمل باسكت. فلو ما عملش باسكت ادخل احسب له بقى باسكت جديد. فنتاكد ان ميدا باسكت من فاريبل، نجيب ميدا باسكت ونتاكد ان ميدا باسكت ده معمول بنو. طيب انا برمي الكرة دلوقتي ولمست الهيت بوكس والفلوستي وهي نازلة وعملت ميدا باسكت كمان، لقيته ان انا معملتش باسكت لسه. فلما ادخل لازم اخلي ميدا باسكت بنو، فهسيت ميدا باسكت بيس. طب ليه هسيت ميدا باسكت بيس؟ عشان افهمه ان انا خلاص عملت باسكت. فلما يجي لوب مرة تانية ويدخل هيتشك هيلاقيني نازل، هيلاقي الهيت بوكس ملموس، هيجي هنا هيلاقي ان انا عملت باسكت دي مش بتساوي نو فمش هيدخل تاني. تعالوا نشرحها تاني. تعالوا نبص اصلا اول ما بدوس على سبيس كي ايه اللي بيحصل. اول حاجة الميدا باسكت بتبقى بنو، وبعدين بيحصل شوية حاجات، صوت وان انا ادخل اخلي الكرة تروح للقط وكود الجرافيتي كود الجاذبية. وبعد كده بيبدأ يتشك هل انا لامس الهيت بوكس ولا لا. طيب انا كنت لامس الهيت بوكس وانا نازل وعملت ميدا باسكت كمان، عملت ميدا باسكت نو. ايوه طب هي ليه ميدا باسكت بنو؟ لان انا في الاول اصلا لو بصينا هنا فوق انا في الاول خليتها بنو، فهيدخل هيبرودكاست سوش وهيخلي الهوب تعمل صوت لان انا لامس الهيت بوكس، وكمان هيزود السكور 1 وهيخلي ميدا باسكت بيس. طيب انا دلوقتي لو لسه لامس الهيت بوكس ولسه نازل هيلوب هو تاني، هيجي يدخل هنا هيتشكل اف، هيلاقي الشرط الاخير ده ما تحققش، هيلاقيني خليت ميدا باسكت بيس. فلما خليت ميدا باسكت بيس كده الشرط ككله ما تحققش، لان واحد من الثلاث شروط ما تحققتش، واند عشان تتحقق لازم الثلاث شروط يتحققوا، فمش هيدخل هنا فمش هيحسب السكور اكتر من مرة. تعالوا نجرب اللي عملناه لغاية دلوقتي. خدتوا بالكم الكرة كانت داخلة من تحت لفوق فما حسبهاش نقطة، لكن دلوقتي عايزين نحاول ندخل باسكت من فوق لتحت اللي هو زي ما انت بتنشن في الباسكت بول العادية. نقطة واحدة بس، ما تزودش الاسكور عشان احنا ظبطنا الايرور ده في الكود. طيب اللعبة ناقصها
صوت كده. لو خدتوا بالكم انا اللعبة الكاملة كنت ضايفة صوت بيبقى شغال بيسليني طول ما انا بلعب. الصوت ده احنا دايما بنضيف كود للسبريت، بس تعرفوا ان احنا ممكن نضيف كود للستيج كمان لما انا عايزة اضيف كود مش معين لسبريت معين. انا لو هشغل ميوزك مش لازم تبقى الميوزك شغالة من عند القط، لا دي ممكن تبقى شغالة من اي حتة. فمن الستيج هختار ساوند، وهنختار من اللايبراري ان انا اختار ساوند معين. تعالوا ننزل شوية كده نتفرج على الساوندز اللي عندي. انا في دماغي ساوند معين وهروح عنده وهو الهيب هوب. تعالوا نسمع الهيب هوب. صوت لطيف. فهنيجي عند الكود هنا، وزي ما احنا متعودين هنختار وين جرين فلاج ديسكلير، وبرده هنختار فوريفر لان انا مش عايز الصوت يظهر في اول اللعبة مثلا او اخرها، بس انا عايزاه يفضل شغال. وهختار بلاي هيب هوب انتل دون، فده هيخلي لي يفضل يشتغل صوت هيب هوب. تعالوا نجرب كده. الستيج بقت مليانه قوي عندي، يعني بصوا في كميه فاريبلز كتير ظهر. الفاريبلز دي كانت حلوه وانا ببرمج عشان اشوف الفلوستي قلت الفلوستي زادت الفلوستي عامله ايه، لكن اللي عايز يلعب مش محتاج يشوف غير السكور. فانا هرجع للكود بتاع الاورنج كات والباسكت وهاجي من فاريبلز، وزايفين هنا في سهم كده معمول او صح معموله. لو انا شلت الصح دي، لو دوست هنا بشيل الصح بيختفي الفاريبل تمام، وده اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين نخفي الفاريبلز اللي انا مش محتاجها واسيب البلاير 1 سكور بس هو اللي ظهر. وبكده نكون خلصنا الباسكت بول او البيزكس بتاع الباسكت بول. في الدرس ده استخدمنا كود الجاذبيه اللي هو استخدمناه عند الاوب عشان الكوره برضو تنزل بطريقه واقعيه، وخلينا للكرة متغير وهو الواي فيلوسيتي بتاعها اللي هيخلي برغم ان هو موجود في القط وموجود في الكرة هما الاثنين واي فيلوسيتي، بس عشان كل واحد فور سبيريت اونلي فور ذا سبيريت اونلي فبقى ظاهرين هما الاثنين وبنفس الاسم وعادي جدا. استخدمنا ريبيت انتل واللي هي بيبقى بتفضل شغاله لغايه لما الشرط اللي جواها يبقى بصح، اول ما الشرط اللي جواها بيبقى بصح ينتهي بيبطل يدخل جوه اللوب بتاعه الريبيت. وعملنا متغير جديد وهو ميد باسكت، وده عشان نتاكد ان احنا عملنا البوينت مره واحده بس مش تتحسب اكتر من مره. المره الجايه هنضيف سكند بلاير، فهتبقى اللعبه باتنين بلايرز مش بلاير واحد زي ما عملنا في المتاهه. وكده هنكون خلصنا الباسكت بول جيم. فاكتبوا لنا في الكومنتات انتوا عايزين نلعب لعبه ايه تاني، عايزين نبرمج او نعمل لعبه ايه. وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للشانل. Thank you and goodbye. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.